وهي دي مصر مصر الثقافه مصر التنوير مصر الحضاره ليس هذا الكلام نقوله تعصبا ولكنه حقيقه وحينما نتحدث عن اللغه العربيه فاننا نتحدث ايضا عن مصر عن اللسان العربي القويم مصر التي حفظت لغه الضاد من خلال ازهرها من خلال علمائها من خلال إعلامها ممثلا في الإذاعات والتلفزيون من خلال إذاعة القرآن الكريم إلى جانب الشبكات الرئيسية صوت العرب البرنامج العام لأن التحدث في هذه الشبكات لا بد أن يكون باللغة العربية لكننا إذا تطرقنا إلى قضية هامة وهي أن مصر هي دولة القراء والإقراء زي ما حضرتك قلت يا أستاذ محمد القرآن الكريم القراء المصريون أصحاب الأصوات العذبة هم الذين نقلوا للدنيا كلها م. القران الكريم عذبا غضا طريا بلغه سهله م. جذابه وبالتالي فان مصر الازهر هي حافظت على اللسان العربي المبين من خلال جامعتها العريقه فجامعه الازهر يعني وان كنت اتحدث يعني بصفتي مدير مكتب اعلامي للمنظمه العاليه الازهر ومعرفتي بالازهر توجد كليات اللغة العربية صحيح اللغة العربية كلية العربية الام في القاهرة وفي الاقاليم كليات عديدة وبالتالي ذهب الازهر الى ابعد من ذلك بانشاء مركز تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها مم. ومقره جامعة الازهر مم. يفد اليه كل عام اكثر من ألفين طالب مم. يحصل على سبع كورسات في مستويات اللغة مم. يخرج فاهما للغة نطقا سماعا كتابة بل الطلاب يؤدون ادوات يؤدون ادوار مسرحية باللغة العربية وهناك اقبال على تعلم اللغة العربية اقبال من, من غير كل جنسيات العالم بل ذهبنا الى ابعد من ذلك بانشاء فروع لمركز تعليم اللغة العربية خارج مصر خاصة في اندونيسيا خاصة في ماليزيا دول شرق اسيا تهتم باللغة العربية ومصر تدفع في هذا الاتجاه، ليه؟ لان اللغه العربيه هي الوعاء الحامل للثقافه الاسلاميه، وطبعا الثقافه الاسلاميه المعتدله السمحه بنعتبرها هي صمام الامن الفكري للعالم كله، لان الازهر يعلم الشرع بطريقه وسطيه، سهله، سمحه، وبالتالي يقضي على ما يسمى بالتطرف والغلو والتشدد. فدراسه اللغه العربيه ودراسه العلوم الشرعيه تؤدي الى الفهم الوسطي الذي يؤمن العقل من انه يذهب بعيدا او يخرج عن النص وبالتالي احتفالنا باليوم العالمي للغه اعتبره احتفالا عظيما لان اللغه العربيه هي لغه الضاد هي لغه القران واللغه العربيه مهما شابها من ضعف كما يرى البعض او كما يوجه اليه البعض سهام النقد الا انها موجوده وستكون موجودة لأنها لغة القرآن طبعًا. ما دام القرآن يقرأ ما دام القرآن يسمع فلا بد أن تبقى هذه اللغة حية هناك كثير من اللغات اندثرت لكن اللغة العربية لم يعني يحدث لها ما حدث للغات أخرى والسبب هو القرآن 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 ليه القرآن؟ لأننا تعلمنا على يد شيوخ علمونا كيف ننطق الحرف ما هي صفات الحرف ما هو مخرج الحرف كيف يرتبط الحرف بالحرف الذي قبله والحرف الذي بعده وعرفنا صفات الحروف هي دي مصر اللي بتعلم الدنيا كلها اللغه العربيه عن طريق ادوات كثيره من ضمنهم الاعلام اللي احنا بنتحدث في احدى قنواته العظيمه